بلدي بدء، أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم، نحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة، مرحبا بكم في هذا التحقيق الإعلامي العلمي حول ظاهرة التحرش. أطراف هذا التحقيق ممثلا عن الجانب الشرعي فضيلة الشيخ إبراهيم الظفري من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية، أما عن الجانب القانوني الدكتور حسين حمودة أستاذ القانون الجنائي، وفيما يخص الجانب الاجتماعي والإعلامي فممثلا عنه الباحث والإعلامي الأستاذ عبد الباقي عزوز. وبحثا في مراحل التطور التاريخي وكيف نشأت الظاهرة وكيف تطورت، يطل علينا الدكتور أحمد درويش المدرس بكلية التاريخ والحضارة بجامعة الأزهر الشريف. أدعوكم لمتابعة أولى حلقات في العمق الذي يناقش من خلالها ظاهرة التحرش بشكل علمي بحت، من خلاله نحدد المفاهيم، نوصف المشكلة، نناقش الأسباب، نصل للنتائج ونقترح التوصيات. تفضلوا دوما بالبقاء معنا. من وجهة نظرك ايه هي اهم اسباب التحرش؟ اسباب التحرش قلة ادب وما فيش احترام، ان كانت من هنا ولا من هنا، وقلة تربية، ما فيش تربية، مش متربين صح، ان كانت مثلا ان كان الولد او ان كانت البيت. خدت بالك لو العيلة مثلا محترمة لو عيل تحرش بيها بتعمل له اللي هو بتضربه لمغزى بالشبش، انما لو هي بقت فتحت له باب التحرش هو يتحرش بها غصب عنه. خدت بالك؟ ومسخره وقله ادب، ما فيش احترام. اما اسباب التحرش، البعد عن كتاب الله والبعد عن سنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا الى المجتمع حاليا في القرن اللي احنا عايشين فيه، بنبص لو البنت النهارده طالعه من بيت متبرجه، اولا ما فيش تربيه في البيت، ما فيش تربيه في المدرسه. والرافعي سئل لو عرضت عليه قضية امرأة متبرجة عاكسها شاب في الطريق لعاقب هذه المرأة عقوبتين، انها اعتدت على عفة الشاب، اعتدت على عفة الشاب، وانها خرقاء كشفت اللحم للهر. المرأة لو طلعت من بيتها متدينة لابسة البسة كويس ان شاء الله بإذن الله ما فيش اي حد هيعكس، لكن بيعكسوها ليه؟ لان هي طالعه حاطه احمر وابيض ولبس شفاف ولبس ضيق، لازم هيعاكس الشاب. اهم اسباب التحرش، والله يا دكتور محمد هو اول سبب سبب الابوه يا دكتور محمد، وتاني سبب من ناحيه الام برضه يا دكتور محمد، ان الام يا دكتور محمد بتبقى هي مديه للبنت الحريه الكامله، والاب كمثل. الاب في شغله يا دكتور محمد مش داري بالبيت، مش حاسس، مش عارف ايه اللي بيحصل في البيت، انما الام يا دكتور محمد هي اللي ماسكه البيت كله وعارفه كل حاجه في البيت يا دكتور محمد. فهي الام يا دكتور محمد هي ممكن سبب من اول الاسباب انها تدي لبنتها، تاخد بنتها جنبها وتقول لبنتها ده غلط وده صح وده لبس كويس وده لبس مش كويس. فهي يا دكتور محمد هو دي الحقيقه وهي دي البدايه. الام يا دكتور محمد هي كل حاجه في البيت، هي الوسيله، هي كل حاجه يا دكتور محمد. الام يا دكتور محمد لو ما اتبعتش بنتها وشافت بنتها بتعمل ايه واخطائها وتصرفاتها دكتور محمد، فهو ده بيؤدينا الى كل الاخطاء يا دكتور محمد. ايه اهم اسباب التحرش؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. ارى ان هذا الموضوع له ابعاد عده، اولهم ان يعود الانسان المسلم الى كتاب الله عز وجل والى سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وان يعلم الانسان المسلم ان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيعلم الأب أنه مسؤول عن زوجته وأنه مسؤول عن ابنته التي يخرجها بملابس لا ترضي الله عز وجل ولا ترضي حتى الإنسان الآدمي بعيدا عن هذا الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وسيقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويسأل عن ذلك. هذا بالنسبة للبيت وبالنسبة للبنت. وأيضا لا أرخص ذلك للشاب بهذا القول، فلو تعرت كل نساء الأرض سيحاسب الشاب إذا أطلق نظره وأطلق بصره. فيجب أن يرجع الإنسان المسلم لكتاب الله عز وجل، وأن يروا القدوة الحسنة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأنبياء جميعا. فقد تزينت امرأة العزيز
لنبي الله يوسف عليه السلام وقالت له هيت لك، فما كان من يوسف عليه السلام إلا أن قال معاذ الله إني أخاف ربي. أسباب التحرش. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهرت أسباب عديدة للتحرش، منها ظهور الملابس الضيقة والرديئة، ووجود التحرش بين الشباب، وسوء المعاملات بينهم، وهناك أن كل تسيب الآباء والأمهات على أبنائهم. و فضيلة الشيخ، ما مفهوم التحرش وفق الشريعة الإسلامية؟ بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن التحرش والتحريش على معنى واحد، وهو التعرض بأي شكل من أشكال الاعتداء بين طرفين. وهذا التعريف من أجمع وأخصر، يعني بمعنى أنه أشد اختصارا من كل التعريف، لأنه يشتمل على معنى الاعتداء وهو قائم ومتحقق في التحرش، ثم إنه قائم بين طرفين، فهذا يوسع المعنى ويجعل المعنى أشمل للتحرش بالأطفال والتحرش بالنساء والتحرش بالرجال والتحرش بكافة أشكاله وبكافة ألوانه وأنواعه المتعددة، والتي نراها والتي نسمع بها والتي تتحقق في مجتمعاتنا. فهذا التعريف كامل وشامل وجامع، وفي نفس الوقت فيه معنى الحرمة وفيه معنى الفحش من ناحية الاعتداء الذي هو مجاوزة للحد. نعم. فكل من جاوز الحد في حق طرف آخر فهذا تحرش به. كل من جاوز الحد في حق طرف آخر هذا تحرش. ومن هنا نتساءل ونحب أن نبحث في الأسباب. وفق الشريعة الإسلامية، ما أسباب التحرش؟ التحرش يعني جريمة، ومن ناحية التوصيف جريمة وفاحشة، ولأن النتائج تأخذ حكم المقدمات. فالتحرش هو مقدمة للزنا ومقدمة للفاحشة، وربنا سبحانه وتعالى ما نهانا عن الزنا نهيا مباشرا ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا نهانا عن مقدماته، وهذه المقدمات من يعني أقبحها ومن أشنعها التحرش والتعرض والاعتداء والضرر والإيذاء. هل التحرش بمثابة المقدمات؟ ده مقدمة، وبل مفضي من أوسع باب إلى الزنا وإلى الوقوع في الزنا، سواء كان بالرضا أو بالاغتصاب أو بالإيذاء أو بالابتزاز حتى، لأنه باب كبير من أبواب الابتزاز، سواء كان من الرجال إلى النساء أو من النساء إلى الرجال أو من الرجال إلى الأطفال أو ما شابه ذلك. هذا باب كبير إلى الفاحشة، ولذلك هو صادق عليه نهي الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وكذلك صادق عليه قول الله تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكذلك صادق عليه توصيف الله سبحانه وتعالى بأنه اتباع لخطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، لأن هذا التحرش يفضي إلى اللقاء أو يفضي إلى ما بعد التحرش، ولا يقف المتحرش عند هذه الخطوة، وكذلك الطرف الآخر لا يقف عند هذه الخطوة إما رفضا وإما موافقة، وفي كلتا الحالتين تكون النتيجة سيئة. الخطوة التي بعدها، ومن هنا قالوا نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، وانتهى الأمر ويعني خربت الدنيا بهذا اللقاء. فهذه مقدمة نتيجتها لا شك مؤذية، وفيها أقل ما يقال فيها أنه فيه إيذاء، حتى ولو كانت المرأة مؤمنة ومسلمة أو الطرف الآخر المعتدى عليه أو المتحرش به مؤمن، ويعني مؤمنا وملتزما التزاما كاملا، فإنه في حد ذاته فاحشة. إن الذين يؤذون المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والمعنى لما أنقلنا في التعريف أنه بين طرفين، لأنه يعني كثير من الناس في هذه الآونة الأخيرة بالتعاليم الواردة وبالتعريفات الواردة علينا من الغرب وما شابه ذلك من الافتراءات، إنه المسؤول وحده عن التحرش والمتحرش وحده، لكن المرأة لها الحق أن تخرج بغير حجاب، ولها الحق أن تخرج متبرجة وليست مسؤولة عن التحرش، ولا يعني يؤدي هذا التبرج والسفور
إلى التحرش، مع أنه باب كبير وسبب عظيم من أسباب التحرش إن لم يكن هو كل الأسباب. يعني أفهم من كلام فضيلتكم أن السبب الثاني، يعني السبب الأول كان فيما يتعلق بالبعد عن أوامر الشريعة الإسلامية وعن افعل ولا تفعل فيما يخص طبعا ضعف السماء، ضعف إيماني طبعا. والسبب الثاني الذي تطرقتم وتفضلتم بالحديث عنه الآن هو متعلق بالمرأة، أيضا مرتبط بقرية افعل ولا تفعل لكن فيما يخص المرأة، أليس كذلك؟ مع عدم بلى ولكن مع عدم يعني تبرئة المتحرش وعدم التبرير له لأنه جريمة ولا تبرر. لكن لما أن نذكر سببا من الأسباب ليس معنى هذا أننا نبرر لهذه الجريمة أو نبرر لهذه الفاحشة، لكن ربنا سبحانه وتعالى عبر عن هذا بأسلوب يعني ما بعده في الفصاحة وما بعده في البلاغة بلاغة ولا فصاحة، لما أن قال ربنا سبحانه وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فلم يسلم جانب المتحرش وأخبر سبحانه وتعالى أن في قلبه مرض، وكذلك لم يسلم الجانب الآخر لأنه خضع، وما دام خضع بالقول أو خضع بأي شكل من أشكال الخضوع فإنه يؤدي بهذا بالسببية بفاء السببية، ففاء هنا فاء السببية، وإلا لماذا انتصب الفعل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وفاء السببية كما هو معلوم لغة أن ما بعدها يكون أن ما قبلها يكون سببا فيما بعدها، سببا فيما بعدها. فالخضوع في القول هو سبب في التحرش وفي الطمع من الذي في قلبه مرض، كذلك ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فهذا ليعلم، هذه لام تعليل، لام تعليل، فهذه يعني السبب في هذا العلم من إخفاء الزينة هو الضرب بالأرجل. وكذلك قول الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعني لما أن تتعفف المرأة وتعرف بعفتها وتعرف بتسترها وتعرف بحجابها ذلك أقرب ألا يتعرضن للإزاء، لكن لما أن تتبرج وتخرج بسفورها وبكامل زينتها وتخرج بمفاتنها أمام الشباب يعني الذي يجد في قلبه مرضا والذي يجد في قلبه داعية إلى الفجور وإلى الفسق وعدم التخلق وعدم التمسك بالدين، فهذا يعني أدنى إلى أن يؤذى، أن تؤذى هذه النساء وأن تتعرض لهذه الفاحشة العظمى. كذلك الفراغ القتال، لأن الشاغل لا يشغل، لما أن كان الشباب والفتيات في حالة الفراغ كان هذه الفاحشة لها من يعني الظهور حتى صارت ظاهرة وأعرف من يعني الواضحات وأوضح من الواضحات، لأنه انتشرت بسبب الفراغ الذي يعانيه الشباب والذي تعانيه الفتيات أيضا. لأن الفتاة أحيانا كما يعني يشيع هذا وللأسف الشديد على بعض القنوات وفي بعض الأفلام والمسلسلات وبتاع أنت لحد الوقت ما حدش يتحرش بيكي إزاي، وكأنه عيب يعني أنه ما حدش يتحرش بيها أو ما حدش تعرض لها، فبالتالي بعض الفتيات تتطلع إلى أن يعني يكون لها نصيب من هذه الظاهرة في أنه يتحرش بها أو أنه يتعرض لها لفظيا أو بأي سبب أو بأي نوع من أشكال يعني التحرش. فهذا فراغ قتال في الحقيقة. ثم إن هذا الفراغ أساسه أيضا مرجعه ديني، لأنه لو شغل نفسه على الأقل بذكر الله سبحانه وتعالى ما تطرق إلى هذا، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. فما بالك بمن كان قرينه الشيطان يوجهه حيث يشاء، لا شك أنه سيوجهه إلى ضرر الناس وإلى عدم يعني سلامة الناس من لسانه ومن يده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. دكتور حسين، بعد التحية، ما مفهوم التحرش وفق القانون أو من منظور قانوني؟ هو التحرش هو ظاهرة مستحدثة على المجتمع المصري، وإن كان ليه جذور وموجود، يعني هي الظاهرة عشان نقول إن هي ظاهرة بتبقى ازدادت شوية، يعني قد تكون موجودة منذ قديم الأزل لكن بشكل غير مكرر وحاجات يعني قليلة، لكن تكرارها بشكل قد يستشعر المشرح فيه إن هي تشكل خطورة على المجتمع بيخلينا ننظر ليها بعين الرعاية شوية،
وبيخلي المشرع المصري بيتصدى ليها وبيضع تشريعات ويسن تشريعات عشان يقدر يعني بشكل معين يجابه هذه الظاهرة. التقنين العقوبات المصري كان فيه عقوبات رادعة لكل الجرائم الأخلاقية زي الفعل الفاضح، زي أي شيء علني في مكان عام يمثل التعدي اللفظي، التعدي لفظي غيره. لكن إحنا بنستحدث كل شوية تشريعات تتواكب مع المستجدات في المجتمع. لكن من حيث كفاية التشريعات، إن صح السؤال أو صح التعبير، القانون موجود وكافي قوي بما فيه الكفالة، بما فيه الكفاية أن يجابه هذه الظاهرة. هو موجود، التشريعات موجودة، لكن أنت لما بيكون فيه تطور شوية لازم تتطور في قوانينك. نعم. يعني أنا أقول لحضرتك أن إحنا مفخرة لنا إحنا في مصر هنا أن إحنا بنقول دايما إحنا بناخد القانون من القوانين الفرنسية وغيره وغيره. لا، ده مصر رائدة في التشريع. نعم. يعني احنا نعرف ان حتى في الناس اللي هم رواد في العالم كله في التشريعات القانونية بيرجعوا لأساتذة مصريين من عندنا بياخدوا كتاباتهم وتشريعاتهم. لما نلاقي برة بيواكب كل تغير مجتمعي، بيبقى فيه تعديل تشريعي يتواكب مع التغير المجتمعي ده، احنا في مصر اولى بكده، لان احنا عندنا قامات قانونية كبيرة يتوجب ان احنا نتابع ونراعي ونشوف لو احنا عندنا تطور للأسوأ يبقى لازم تشريعاتنا تكون اكثر قسوة واكثر شدة عشان تجابه الظاهرة، هذه المشكلات او هذه الظواهر على حد توصفها. نعم. القانون يعني نعم. عنده كده قرون استشعار، بيبقى عارف حس مجتمعي، بنعرف الظاهرة تفشت، الظاهرة تمثل خطورة على المجتمع، لازم نجابه. لو التشريعات اللي موجودة كانت العقوبات فيها غير رادعة، لا نعمل تشريعات اقوى. دعني اطرح هذا السؤال واسمح لي به، هل التحرش جريمة يعاقب عليها القانون أم هو مرض نفسي وسلوك عدواني نتيجة أمور معينة يحتاج إلى علاج أكثر من كونه يحتاج إلى عقاب؟ وجهة نظرك صحيحة يا دكتور محمد، وده يعني وجهة نظر الطب النفسي أرائهم أن التحرش هو مرض نفسي ويجب أن يتم علاجه، ولكن هو في نفس الوقت هو جريمة ويجب أن يعاقب عليها القانون. وفي الفترة الأخيرة ويمكن في 2021 تم تعديل القانون رقم 141 لسنة 2021 اللي أصدره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تجديد العقوبات الخاصة بالتحرش أو بهذه الظاهرة، يعني نقدر نقول متوحشة في المجتمع العربي والأجنبي، يعني ليس العربي فقط. لو بصينا لبنود المادة رقم 141، لو بصينا على المادة 306 ألف، بتقول إن كل من تعدى بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، دي كلها أعراض من أعراض التحرش، يعاقب بالسجن، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 4 سنوات، مع كمان ان هو يقوم بغرامة لا تقل عن 200,000 جنيه. نعم. ولا تزيد عن لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد عن 200,000 جنيه او احدى العقوبتين. نعم. فطبعا هناك تجديد في المادة 306 الف مقرر والمادة 306 به مقرر، عقوبات شديدة جدا في هذا القانون، واعتقد ان هذه العقوبات نصرت المرأة العربية، لان احنا النهارده بنتكلم يا دكتور محمد بنتكلمش على التحرش في جمهورية مصر العربية فقط، لكن احنا بنتكلم على هذه الظاهرة المجتمعية التي توجد في الكثير من البلدان العربية والأجنبية. ويمكن يعني المعلومة المؤكدة لكثير من الناس ان التحرش موجود في الدول الغربية بنسب متفاوتة كثيرا عن الدول العربية أو الدول يعني اللي الإسلامية بمعنى أصح. دكتور أحمد، لو نتحدث بنظرة تاريخية باعتبار تخصص حضرتك عن مراحل تطور التحرش إن صح التعبير، أو هذه الظاهرة إن صح التوصيف أيضا باعتبارها سلوك لدى بعض أو كثير من البشر في مراحل زمنية مختلفة، كيف كانت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله وأصلي وأسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد.
في البداية لكي نتحدث عن مثل هذه الظاهرة لابد أن نؤصل لها تاريخيا من حيث كيفية ظهورها. نعم. سواء في المجتمعات القديمة أي العصور القديمة أو العصور الوسطى التي يتعرف عليها عندنا نحن كمؤرخون باسم التاريخ الإسلامي أو العصور الإسلامية، ثم بعد ذلك في العصور الحديثة ثم المعاصرة. هذه الظاهرة ليست ظاهرة مستحدثة، ولكنها بالفعل كانت ظاهرة قديمة قدم التاريخ، ظهرت في المجتمعات القديمة مثلا عند المصريين القدماء، ظهرت كذلك واشتهرت بها أو هي زاعت في الأوساط أو أوساط المجتمع الروماني تحديدا، كذلك في الدولة البيزنطية الشرقية وهي إحدى قسمي الدولة أو الإمبراطورية الرومانية، ثم زاعت بعد ذلك أو انتقلت للعصور الإسلامية في بعض الدول الإسلامية، وهي ليست ظاهرة بغريبة أو دخيلة، ولكن هي نتجت نتيجة النفس البشرية المتعارف عليها عندنا في التاريخ الإسلامي، النفس الأمارة بالسوء. فهذه الظاهرة بالفعل ظاهرة سيئة جدا، وهي إحدى الظواهر السلبية، كما هناك ظواهر إيجابية، ولكن هي تعد من أشهر الظواهر السلبية التي ظهرت في هذه المجتمعات. نعم. التحرش الجنسي أو التحرش بمعناه العام هي ظاهرة تحمل دلالات لفظية إباحية تجاه الطرف الآخر، يعني من الطرف الذي يعتدي على الطرف الآخر، المعتدى عليه. فبالتالي تحورت هذه الظاهرة بعد ذلك عبر العصور التاريخية، وخاصة في العصر الإسلامي تحديدا في بعض البلدان التي دخلها الإسلام في بعض الفترات أو فترات مبكرة، مثل بلاد المغرب والأندلس، وتحديدا شبه جزيرة إيبيريا أو شبه جزيرة إيبيرية التي عرفت ببلاد الأندلس في العصر الإسلامي. فهذه الظاهرة تطورت في هذا المجتمع نظرا لأن هذا المجتمع كان عليه دخلاء كثيرون، ليس دخلاء بالمعنى الخارج، ولكن يعني كثرة الفئات أو العناصر الدخيلة على هذا المجتمع، سواء العرب أو البربر أو اختلاط المسلمون بعد ذلك ببعض العناصر النصرانية أو القوط اللي كانوا موجودين في هذه البلاد، فبالتالي كان لهذه الظاهرة وقع كبير في هذا المجتمع الأندلسي، ثم تطورت بعد ذلك في هذا العصر كما سنشير بعد قليل إن شاء الله عز وجل. هل كان للبيئة دور في فيما يخص الطبيعة الأندلسية تحديدا من مظاهر الجمال وجانب الرفاهية التي تعاظمت وكثرت ومحفزات الحياة التي فيها من الرفاهية ما زالت عن الحد على غير ما اعتاد عليه المسلمون في أماكن أخرى؟ يعني بالعمال المصرية كانت الحياة سهلة وجميلة، يعني من حيث الظواهر الطبيعية ومن حيث أيضا الجوانب الاقتصادية. بالفعل يا دكتور محمد، حقيقة يعني تأكيدا لكلامك، كانت البيئة الأندلسية بعد الفتح الإسلامي لها وقع في هذا الأمر، وقع كبير جدا، لأن ما يعرف عن شبه جزيرة إيبيريا التي عرفت في العصر الحديث اللي هي بلاد إسبانيا والبرتغال، هذه البلاد تمتاز بكثرة الأنهار، بكثرة المتنزهات، الأرض الخصبة، فاعتاد الأندلسيون على الخروج إلى المتنزهات، فبسبب خروج الأندلسيين سواء كانوا رجال أو نساء كثر التحرش، سواء من الطرف الخاص بالذكر أو الطرف الآخر اللي هي الأنثى، فبالتالي كانت هذه الظاهرة لها عدة إيجابيات أو سلبيات، يعني إيجابيات عندما تم القضاء عليها بعد ذلك، أما السلبيات هي التي سنتحدث عنها. فهذه الظاهرة البيئة الأندلسية تحديدا هي كانت أهم عامل أدى لظهورها بالفعل، سواء المتنزهات أو الأنهار أو الحدائق الغناء التي اشتهرت بها هذه البلاد، لدرجة أن الشعراء كانوا يخرجون إلى هذه المتنزهات ويلقون الأشعار، فبالتالي يذهب إليها الرجال والنساء لكي يستمعوا، فكان يحدث اختلاط في هذه الأماكن بالفعل، ويحدث تحرش بدرجة كبرى. نعم. بين العنصرين سواء الرجل أو المرأة، فكل هذه الأمور كانت من ضمن العوامل التي أدت إلى هذه الظاهرة وشيوعها وانتشارها، واستشرت في هذا المجتمع رغم أنه مجتمع
مسلم، ولكن لابد من الإشارة إلى نقطة مهمة جدا. ألا وهي إن هذه الظاهرة مهما وصلت ومهما زاعت ومهما استشرت في هذا المجتمع، ولكنها اختصت بأفراد معينين لكي لا نعمم ولكي لا نظلم أو لا نفتري على هذا المجتمع الإسلامي، ولكنها ظاهرة اختص بها أفراد سواء من الشعراء تحديدا أو أصحاب الأسجال الذين وقعوا في هذه الظاهرة أو الفاحشة كما نعلم، كذلك وقع فيها بعض الأفراد البعيدين عن دين الله عز وجل، لأن البعد عن دين الله عز وجل وعدم التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كان هو السبب الرئيس أيضا الذي أدى لانتشار هذه الظاهرة في هذا المجتمع الأندلسي. وكما نعلم أن هذه البلاد فتحت عام 92 من الهجرة، نعم، الموافق عام 711 من الميلاد، فبالتالي فتحت في القرن الأول الهجري، فكون وجود هذه الظاهرة في هذا المجتمع فهي ظاهرة ظهرت مبكرا في المجتمع الإسلامي وتحديدا هذا المجتمع الأندلسي. فلابد أن لا نعمم، نعم، لكي لا نظلم الآخرين، ولكن هي اختص بها أفراد سواء من النساء أو من الرجال، فبالتالي لم تلصق هذه التهمة بجميع أفراد المجتمع الأندلسي. حضرتك شايف أن الأسباب هذه ما الذي يأتي على رأسها، أو ما الأسباب الرئيسة التي نستطيع أن نقول أنها كانت عوامل مهمة جدا في تدعيم مثل هذا السلوك؟ تمام. هو القانون يعني متواصل مع المجتمع، نعم، يعني لما يكون عندنا ظاهرة القانون بيتأثر بها، وزي ما قلت لحضرتك من شوية ليه قرون استشعار بيقدر يحسها. الأسباب ليها أسباب كتير جدا بتصب في المشكلة دي، القانون بعد كده بيوجد الحل ليها. لكن أنا هرجع بحضرتك لمقولة لواحد رحالة كان اسمه هيرودوت، كان بيقول إنك أنت علشان تعرف مدى حضارة الشعوب تعرف على فنونها. الفن بمعناها الواسع، مش الفن معناها التمثيل، نعم، أو الغناء، نعم، أو لا، الفن بمعناها الواسع بكل المناحي بتاعته يعني. فلما يبقى فيه تدني أخلاقي، تدني في الفنون، تدني في السلوكيات العامة، لازم يكون فيها تدني في الأخلاقيات بالنسبة للناس، ينجم عنها التحرش وينجم عنها الحاجات اللي هي خطيرة على المجتمع واللي مستغربة بالنسبة للمجتمع. تدني الفنون طبعا، مش عايزة كلام يعني، حتى وإن إسفاف وفي حاجات، نعم، تخدش الحياة، لا، ما يصحش يعني. انت في ناس معينة كنا نتفرج على مواد فيلمية قديمة زمان نبقى عارفين ومتأكدين الأسرة كلها لو مجتمع بتتفرج ما فيش حرج. النهاردة انت بتبقى ممكن تبقى متخوف فجأة، متخوف تفاجئك حاجة مش مظبوطة، نعم، لفظية أو سلوكية أو يعني بأي شكل، يعني تخدش حياة حد من أفراد الأسرة. الشيء بالشيء يذكر كما يقولون. على غرار التدني الواضح المرتبط بظهور الإنتاج السينمائي الخاص تحديدا في بداية الألفية الثالثة بالتحديد، وظهور ألفاظ نابية تحت مسمى الفن، ظهور فجاجة في اللباس أو اللبس إن صح التعبير تحت مسمى الفن، استخدام بعض الألفاظ إن وصفوها بالجريئة لكن هذا الوصف ليس دقيقا يعني، لكن دعنا نسير حيث المسير كما يقولون، لأننا نسعى إلى المضمون وليس إلى التوصيف، إلى غير ذلك. دكتور، هل يستطيع المواطن البسيط أن يتخذ إجراء قانونيا من واقع القانون ضد فيلما بعينه، ضد عملا دراميا بعينه، ضد عملا مسرحيا بعينه، ضد ممثلا بعينه، ضد منتجا بعينه؟ هل يستطيع؟ أم أن هذا يحتاج إلى رقابة الدولة أكثر منه إلى إجراء؟ لا، هو الإجراء متاح للجميع يعني، حق التقاضي مكفول للكافة، مش مقتصر على حد دون آخر. لكن احنا بنقول ان الناس اللي هي تفهم اكتر في المجال يعني القانونيين مثلا، عشان كده تلاقي كتير من الزملاء المحامين بيتقدموا بشكاوى، يرفعوا دعاوى في مجلس الدولة او يرفعوا دعاوى في القضاء العادي عشان مش عاجبه حاجة معينة، في حاجة تخدش الحياة، في حاجة لها بعد مش مظبوط، في حاجة تشوه بلدنا، مع الاعراب، مع البلد، بلد عريقة، مع الذوق العام. طبعا انت في بلد عريقة مش بلد مغمورة. لما تكلم بره مع الاجانب ولا مع حد عن مصر حاجة بالنسبة لهم كبيرة، ويعرفوا تاريخها زي ما احنا نعرفه ويمكن زيادة. فما ينفعش بلد كبيرة بهذا الحجم يشوه تاريخها ولا يشوه الصورة العامة ليها من طريق عن طريق مادة فيلمية مش منضبطة، او انتاج زي ما تفضلت حضرتك، انتاج خاص غير مسؤول. عشان كده احنا بنرجع مرة تانية بنقول ان المفروض ان الدولة تشرف
وبرقابة محكمة عشان كل كلمة تتقال تبقى موجهة، أولا عشان صورتنا برة، ثانيا وده مهم جدا علشان احنا ابنائنا هنا بيتربوا على الكلام ده. انا هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل يا دكتور. انا كنت بدرس لطلبه من الكويت كانوا بيدرسوا هنا في جامعه القاهره، فكان بيقولوا لي احنا تربينا لقيت ان لهجتهم مصري تماما يعني. فبقول لهم يعني انا شايف ان اللهجه كان انا استشعرت ان كنتوا مصريين. قالوا احنا اتربينا على الثقافه المصريه، احنا ما كانش عندنا افلام ولا غيره، اتربينا على الثقافه المصريه. فلما يكون الناس اللي جنبك الدول المجاوره بتحزو حزوك وبتعتبرك قدوه، فلازم تكون قدوه على المستوى المطلوب. لازم يكون في رقابه شديده جدا، لكن دور الفرد ما ننساهوش برضو. انا بالنسبه لي كل واحد راعي في بيته في كده، اللي شايف حاجه مش مظبوطه ابعد عنها، لكن في ناس قانونيين لما يلاقوا حاجه فيها اسفاف، في حاجه تضر سمعة البلد، يتقدم بشكوى. نعم، حق التقاضي مكفول. نعم. طيب خلينا نتكلم ان القانون رادع والعقوبه ليست بالسهله وليست باليسيره، وبالتالي أو بناء عليه لا نستطيع أن نقول في هذه الحالة تحديدا من أمن العقوبة أساء الأدب، لأن العقوبة مشددة وكافية ورادعة خصوصا بعد أن عدلت أو في القانون أو وفق القانون الجديد. نعم. وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن الأسباب. إذا كانت مآلات الأمور قانونيا واجتماعيا ليست باليسيرة أو ليست بالسهلة وخطيرة جدا وقد تفضي إلى مشكلات كبيرة جدا لا يحمد عقباها، إذن ما الأسباب الرئيسة التي أدت إلى شيوع مثل هذه الظاهرة إن صح توصيفها بالظاهرة؟ نعم، الأسباب كثيرة جدا، ويمكن معالجة الأسباب دي لو بصينا على الأسباب هنلاقي إن الأسرة لها دور كبير جدا في تربية النشء، هنلاقي إن المدرسة، هنلاقي إن يعني أماكن خاصة بها التربية الاجتماعية، ولو اتكلمنا على أهم هذه الأماكن هي المسجد والكنيسة لهم دور كبير جدا. كل هذه الأماكن يجب أن تحافظ على التربية السليمة للنشء وغرس المفاهيم الخاصة بالتربية الصحيحة والتربية الدينية عشان نقدر نحافظ على أولادنا من موضوع تنمية الوازع الديني. تقصد نعم. بالضبط. نعم. احنا مجتمع شرقي وعندنا عادات وعندنا تقاليد، والمفترض ان احنا كل واحد النهاردة يبقى في قدر كبير جدا من الاهتمام بتربيته لأولاده. النهاردة لو بصينا دكتور محمد بنلاقي الأب طول اليوم في شغله، والأم أحيانا كمان بتشتغل وأحيانا مشغولة في شغل البيت، بيبقى في بعد كبير جدا عن الأبناء. كمان استخدام التكنولوجيا فرقت كتير جدا ما بين الأفراد الأسرة المصرية لمسافات طويلة، ودي يمكن من ضمن الأسباب اللي بتؤدي إلى وصول الأخلاقي إلى انحدار أخلاقي لدى النشء سواء كان شباب أو ما شابه ذلك. نعم نعم. طيب يأتي على رأس هذه الأسباب كما تفضلت وذكرت الآن فكرة البعد أو المسافات الكبيرة اللي موجودة بين الأسرة وبين الأولاد، خاصة بعد ظهور تطبيقات روبي 2 أو منصات التواصل الاجتماعي، وهذا يأخذنا إلى سؤال مهم جدا جدا. نعم. ومرتبط بالإعلام، هل الإعلام في قفص للاتهام حيال موضوع التحرش، أم أن الإعلام من ضمن الأطر المعالجة لكبح هذه الظاهرة؟ الإعلام متهم أم الإعلام معالج؟ دور الإعلام مهم جدا جدا، وأنا أعتقد بل إني متأكد إن الإعلام يجب أن يكون معالج، وهو دور المعني به كل إعلامي موجود عندنا في مصر أو في أي دولة في العالم، إن يؤدي رسالة إعلامية هادفة يبقى هدفها نشر الوعي الثقافي والمجتمعي ومكافحة ومحاربة كافة الظواهر السلبية في المجتمعات. هل هذا ما يجب أم هذا ما هو كائن؟ هو ليس كائن بنسبة 100%، ولكن هناك بعض المنصات الإعلامية التي تحارب وتكافح الجرائم الخاصة بالمجتمع زي التحرش وزي التنمر وزي العنف ضد المرأة وجرائم كثيرة جدا، وهناك بعض المنصات الأخرى اللي تتبع الإعلام زي السينما أو الدراما، لأنها هذه أنواع من الفنون تتبع للوسائل الإعلامية، لأنها بتبث معلومات وتبث صور وأشكال وبتعطي إيحاءات لكثير من الشباب إذا كان هناك تصوير لبعض المشاهد اللي بتشجع
أو بتدي من بطل المسلسل أو بطل الفيلم بتجعله يعني بطل قومي وهو في الأصل متحرش وبيبقى فيه تعاطف كبير جدا مع نسبة كبيرة جدا من المشاهدين، بيبقى محددها المخرج أو المؤلف أو مشاركة المنتج، وأعتقد أن دي لها أثار سلبية كبيرة جدا على المجتمع. فلو حبينا أن احنا نقسم موضوع دور الإعلام فهنقول هناك جزء كبير جدا بنسبة 80% هو جزء معالج، وهناك جزء طيب يختص بالسينما والدراما في يعني مساعدته في زيادة على يعني افتعال جريمة التحرش. في الجزء الأول من هذا التحقيق حددنا المفاهيم وفق الزوايا المختلفة ما بين الشريعة والقانون والإعلام والجانب النفسي والجانب الاجتماعي، كذلك ناقشنا بعضا من هذه الأسباب. أيها السادة، إلى أن نلتقيكم كي نستكمل معكم وبكم هذا التحقيق، انتظرونا في الحلقة القادمة من برنامج في العمق. أرق المناع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.